أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطور النوعي في العلاقات المشتركة بين مصر وقبرص واليونان، وذلك عبر آلية التعاون الثلاثي. وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك بحضور الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان والذي عقد بالعاصمة اليونانية أثينا، أكد الرئيس السيسي أن توقيع اتفاقية الربط الكهربائي خطوة مهمة نحو عملية الربط الكهربائي المشترك مع القارة الأوروبية بأكملها. ومن هذا المنطلق يأتي التزامنا بالعمل على تنفيذ بل وتكثيف المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي في كافة المجالات وعلى رأسها قطاع الطاقة الواعد. وهنا لا يسعني إلا أن أشيد بالتطور النوعي الذي تمثل في التوقيع اليوم على اتفاق ثلاثي مهم في مجال الربط الكهربائي، استكمالا لما تم منذ أيام قلائل من إبرام اتفاقيتين لربط الشبكة الكهربائية في مصر مع كل من اليونان وقبرص على المستوى الثنائي. وهو ما يعد خطوة تمهيدية تقربنا من الهدف المشترك الذي تطمح إليه دولنا الثلاث، ألا هو الربط الكهربائي مستقبلا مع بقية أرجاء القارة الأوروبية.